وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة هدى فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. سعادة المهندسة، بعد التحية، ما هي أهم إنجازات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في قطاع الطرق خلال العام الماضي عام 2019؟ السلام عليكم. طبعا في البداية نود أن نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لإبراز أهم إنجازات قطاع الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للعام الماضي 2019، حيث قام قطاع الطرق بالوزارة بتنفيذ عدة مشاريع رئيسية في قطاع الطرق، تمثلت في تطوير طرق مجمع 1056 بمنطقة الزلاج، تطوير الطرق في قرية سنابس مجمعات 402 404 406، تطوير الطرق في مجمع 216 في حالة بماهر بالمحرق، تطوير الطرق في منطقة العدلية منامة المرحلة الثالثة والرابعة مجمع 338، نعم. تطوير الطرق في مجمعي 804 و814 بمدينة عيسى، تطوير شارع سترة المؤدي لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب بمجمع 946 بمنطقة عوالي، إنشاء الطريق المؤدي إلى الواجهة البحرية بمنطقة السلاية بالبسيتين مجمع 229، توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان المرحلة الأولى في الجزء من تقاطعه مع شارع الشيخ سلمان إلى تقاطع خريطة البحرين، أيضا توسعة وتطوير شارع سار بمنطقة سار، استكمال تنفيذ مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، أعمال الدفان المرحلة الأولى لمشروع شارع البحرين الشمالي وجسر الستين، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع العاجلة التي هي تكون بتكلفة منخفضة نسبيا ولكن لها تأثير عالي في تخفيف نقاط الازدحامات المرورية على شبكة الطرق بالمملكة، والتي تمت بناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول للقائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية والمستمرة طوال العام. نعم سعادة المهندسة، ما هي المشاريع القادمة للطرق خلال العام الجاري؟ طبعا في هذا العام إن شاء الله سيكون لنا عدة مشاريع مهمة وحيوية والتي ستساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية على شبكة الطرق بمختلف مناطق المملكة، حيث من المزمع الانتهاء من مشروع جسر سار بنهاية عام 2020 والمتمثل في إنشاء جسر علوي يصل شارع الشيخ خليفة بن سلمان بشارع الشيخ عيسى بن سلمان، بالإضافة إلى توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 5 مسارات لكل اتجاه في الجزء من دوار البداية إلى تقاطع سار، كما سيتم استكمال أعمال الدفان لمشروع شارع البحرين الشمالي وجسر الستين المرحلة الثانية، كما سيتم البدء في مشاريع الطرق والجسر البحري الرابع الذي يربط بين مدينة المحرق بالعاصمة، كما سيتم استكمال توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان ليصبح 4 مسارات في كل اتجاه من تقاطع جسرة إلى تقاطع خريطة البحرين، بالإضافة إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير شارع الفاتح مع إنشاء نفق أرضي ب3 مسارات في كل اتجاه عن تقاطعه مع شارع أوال، وتوفير تقاطع أرضي فوق هذا النفق يدار بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى إنشاء جسر علوي بمسارين للحركة المرورية القادمة من المنامة شمالا على شارع الفاتح باتجاه منطقة الجفير شرقا إلى شارع الأمير سعود الفيصل،
ويعتبر هذا المشروع مرحلة مهمة لتطوير شبكة الطرق حول العاصمة. نعم سعادة المهندس هدى فخرو، جهودكم مقدرة وواضحة في تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية التطويرية في الطرق بمملكة البحرين. سعادة المهندسة كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.